بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية من 127 دولة، شهدت مكة المكرمة انطلاق فعاليات مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الهادف لوضع خطة شاملة للتصدي لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي. زميلنا نزار العلي. أضخم مؤتمر إسلامي بمكة المكرمة للوحدة الوطنية الإسلامية ومخاطر التصنيف والإقصاء، إذ انطلقت فعاليات هذا المؤتمر تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. 127 دولة كانت حاضرة داخل هذه القاعة لجمع كلمة العلماء والمفكرين والدعاة وتقريب وجهات النظر فيما بينهم. أثمن عاليا تداعي هذه النخبة من علماء الأمة الأجلاء إلى هذا المؤتمر استشعارا لواجبهم الشرعي في رهب الصدع المهدد لأمتهم ونبذ الخلاف وتوحيد الصف والاتفاق على خطاب واحد نتوجه به إلى العالم. إن هذا اللقاء الوحدوي في تقريبه للرؤى والاجتهادات والتفافه حول المشتركات دافعاً بمشاعر الأخوة الإسلامية نحو التطلع الأمثل محذراً من مخاطر التصنيف والإقصاء مع تعزيزه لمفاهيم الدولة الوطنية. أكثر من 1000 شخصية قيادية ودينية وفكرية وأكاديمية شاركت في جلسات المؤتمر، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي ونشر قيم الوسطية العلمية والفكرية والاجتماعية وإيجاد قنوات للتواصل بين المذاهب الإسلامية. إن تداعي الأحداث وتزايد الأخطار وتتابع المحن التي تواترت على الأمة قد استنهضت همم المخلصين الجادين من العلماء والمفكرين والباحثين في مشارق الأرض ومغاربها لبحث كيفية الخروج بأمتنا وشعوبها المسالمة من أتون هذه الفتن ونيران تلك المؤامرات. من مكة المكرمة، نزار العلي، MBC.